السلام عليكم أصدقائي حبايبي، أكو شباب يسألون يقولون شنو فرق التراك الشاحنة مال كندا وأمريكا عن الشاحنة مال أوروبا أو مال الميدل إيست مال الشرق الأوسط. طبعا هواي اختلاف من السما للقاع. هسه هاي الشاحنة اسمها انترناشنال، أعتقد موجود منها بالعراق مال الجيش. هاي المحرك هنا أنا. هذا بيه غطا ينفتح ويطلع المحرك. احنا عندنا بالعراق لا، المحرك جوا السائق هنا أنا. فد فكرة غبية، مو بس بالعراق، بالشرق الاوسط وبأوروبا. يعني من يريد يصلح يقلب هذا الكاب كله، هذا الكاب يفتحوه وينقلب. هذا لا، هنا هذا المحرك هو والجير هنا جوا كأنه سيارة، كلش حلو طبعا. وهاي الغرفة الفوق، هسه راح اشوفكم الغرفة الفوق جوا شنو عندي بيها جوا. هذا 2016 انترناشنال 2016 شهر السابع يمكن، ماشي. هذا شوفوا شلون وحش وضخم. طبعا هذا اسمه برو ستار، يعني فول اوبشن، يعني هاي النيكلات. طبعا لا حد يسألني، هاي مو اني داعمه والله، هاي من استلمتها اني هي مدعومه، هي لان هاي تعرفون سواق يصعدوه ما يبقى على واحد. المهم هذا اسمه برو ستار، برو اي اس، هذا اي اس، وهذا اسمه برو ستار اللي يجي هو شنو نيكلات، جير اوتوماتيك كله نيكل. هنا طبعا اكو نيكل شايليه من استلمته، يعني هم ما ادري مبيوق ما ادري شايلين. المهم هاي طبعا هسه اني دا احمل، من سوء حظي اني وصلت لين ازدحامات، جيت من نيو برونزيك، مقاطعة اسمها نيو برونزيك، الى اونتاريو نياغرا فالس، تقريبا تبعد عني 16 ساعة ونص. فمن سوء حظي الازدحامات والهاي ما لحقت. هسه الساعة بالخمسة ونص، هذا الموقع المحطة معزل، قالوا لي اذا تريد باكر نساعدك. هذا العلم لك حبي واحترامي. المهم هاي محطة مال غاز، ماشي حبايب. انا ايش راح اسوي؟ باعوا البوري اللي الخازو او البوري اللي اكلته، راح اعبي ذولا بالتريلة، هذول دبات جرات، جرة مال غاز، هذا الغاز الطبيعي. اذني 108 تانكي كلهم راح اصعدهم. المحطة اسمها بريتش امبري فيولز، بريطانية يعني ما اعرف. المهم هاي التريلة تقريبا 53 قدم، يعني 15 متر ونص تقريبا. هاي من جوا طبعا، هذا الباب اوتوماتيك، ذاك الريموت، هسه شغله وارفع وانزل، لان هاي طابقين، هاي اسويها طابقين، يعني هذا افتح هذا افتحه انزله هنا. طبعا ابدي من جوا من الاخير، بس هذا افتحه انزله هنا، وهكذا واحدة واحدة من صعد صفط، نفس الحالة. هي تعب طبعا، هاي الشركة تعطيني على كل تانكي دولار واحد، يعني دفع اضافي، لان هاي راح اتأخر بيه هواية، وتعب تعب تعب يعني. هاي بس اني السماء والطارق. المهم هاي الكنترول
من اشغل باتريات مال هذا الباب. المهم هاي طبعا التريلا ما بيها سلايد، هنا اكو سلايد، مرات اكو تريلات بيهن سلايد على مود الوزن، تحرك هذا الاكسل، الاكسل يعني ذني سوي لهن موف، جيبهن هنا او هنا لين تختلف على المقاطعات وعلى الوزن. ومن نحمل هنا قوانين طبعا، من نحمل ذني التانك التانكيات لازم اخلي هاي العلامة، هاي يعني غاز، يعني بالشاحنة عندي غاز، اخاف يا ساتر الله يبعدنا الشر تحترق يصير حادث، من يجون الاطفاء بس يباعون هذا يعرفون الريفلكتر. اربع جهات من ورا وصفح اثنين ومننا انا واحد. طبعا هذا الباب انا فاتحه على مود شويه تهوى، يعني راح اشتغل هسه. هاي طبعا 108 تانكي تقريبا اخذ هسه، انا راح اخذ بهن اربع ساعات يمكن. هذا التراك راح اصعد بيه من جوا، راح اشوفكم. بسم الله، هذا من هنا هذا التراك كلش حلو، باع هذا ثابت، المحرك هنا انا لي قدام. المهم انا احب ذني الديزاين مالتهم كلش حلو، احنا مالتنا ومال اوروبا يعني فشي غبي، ما اعرف ليش مسوينه، يعني هذا فخامة كلش فخم ومريح على فكرة. المهم هذا الستيرنج، ستيرنج ويل طبعا، هذا الستيرنج ويل، هذا الرماش لايت هيد لايت، من اسوي هيجي يرمش يعني ما اعرف شو يسمه والله ما ادري. المهم هذا الكروس كنترول اوف اون، ومن اسوي وهذا مال ماركر، من اسوي رماش بس مو لايت، بس السكن لايت، مثلا من واحد يعطيني مجال او اطلع واحد اسوي له شكرا بهاي. هذا الاير هورن مال هواء، وهذا انجن بريك، وهذا مال راديو تحكم يعلي وتنصي. طبعا هذا الانجن بريك كلش مهم، هذا جماعتنا ذاك اليوم كنت احكي واحد من اقاربي بالعراق يقول لي احنا نلغيه، هذا هو انجن بريك، يعني هي 6 سلندر منها شغله بيها 3 طقات، هذا المحرك هيجي يصير واحد، يعني يصير 5 سلندر، هيجي يصير 4، هيجي يصير 3 سلندر مشتغل، فبسرعة يقلل شنو القوة الحصانية الهورس باور. هاي هنا شنو هذا اللايت اوتو، وهذا الورك لايت الجوانب الورا، اكو بالجوانب مثلا من نرد اربط بالليل تريلا او شي، وهذا اللايت، وهذا الضوء مال الداش مال هذا الجيتشات انقص وزي، هذا سليبر مال الغرفة مال النوم اللي ورا، وهذا مال الكب اشغل وطفي، وهذا فلاور لايت اللي هو هذا يسوي جو سكسي طبعا. هذا وهاي الدقم، هاي مال 4x4 الدفرنش الله احنا نسميه هنا، يعني يصير 4x4. هاي سلايد مال فيف ويل اللي هو هذا اللي يربط التريلا، ما اعرف شو يسموه بالعرب. وهذا الدامب سسبنشن، انصي وعلي التراك مالتي الراس الكاب، وهذا من نوقف على صعود بريك او حتى ما ترجع لي ورا، هذا مال اوف رود ما استخدمه،
هذا مال فوق لايت الكشاف، وهذا الانجن بريك، هذا كلش مهم استخدمه، وهذا التبريد الخلفي التحكم بالحرارة وبالفان، وهذا الهيتر مال المرور. طبعا هذا المسجل مسجل اوكي ما بي مشكلة بلوتوث. هذا الديزل اكزوست فيول، ما اعرف شنو شي يسموه، هم يلغوا عندكم بالوطن العربي. هذا كلش مهم، هذا تانكي واحد نعبي له مثل المي، ما اعرف شلون اشرح لكم يا والله ما ادري. طبعا هذا هاي الساعة مالتي، شوف الساعة بيش الستة واربعة واربعين بوري. المهم هايش هذا البريك مال التريلر اير سبلاي، وهذا الباركينج بريك مال الكاب ماشي. هذا الجير، هذا الجير مانوال، وهاي علي ونصي، واوتو هو اوتو دي ان ار دي لو. وهذا الجير هذا، هذا قسم للتريلات هنا يجي هيك مثل الجير بريك مال تريلر. هذا جي بي اس طبعا مالتي، هذا خاص جي بي اس للتريلات فقط، يعني الطرق يشوفني. هذا اي باس، هذا شنو هو، هذا مو اكو طرق بفلوس فهو يفتح اوتوماتيك. هذا التليفون من الشركة بانترنت ومربوط على هذا الجهاز، هذا الجهاز مربوط بالكمبيوتر، كمبيوتر ويا العقل مال التراك فيقرأ كل شيء. هذا يسموه إيلوغ، هذا كلش ضروري. هسه هذا اسمي، هذا أنا سايكل كندا 70 ساعة بسبعة أيام. هذا التراك رقمه الشاحنة 43، التريلة رقمها 11، وهذا التاريخ تيوزدي ما أدري شنو. هذا اسمي عماد الضفيري. هذا هسه أنا عندي ساعتين سياقة، يعطيك باليوم 13 ساعة أون ديوتي. أنا صار لي ساعة وواحد وأربعين دقيقة من وقفت، فهذا راح يسوي رسيت، يظل لي رسيت 8 ساعات ويعطيني 13 ساعة هنا جديدة. المهم هاي شغلة شوية تدوخ قوانين، هاي لازم واحد يعرف. اي هسه هنا أنا راح اشوفكم ايش عندي لي ورا، طبعا شويه مخربطه لحد يحكي. هذا السرير مالتي، هذا السرير اوكي، هذا التحكم مال المنبه بالتبريد والتدفئه بالمسجل كله هنا، هذا تحكم بالاضويه، هوايه اكو اضويه. هاي نافذ يعني شباك او نافذة، وهذا هم لايت. المهم هذا طابق ثاني، سرير ثاني، ما ادري اذا يطلع واضح لا. هذا يعني طابق ثاني، سرير ثاني افتحه من هنا وانزله. هاي شنو عندي ستوريج، اخلي بيه غراض ملابس، هاي مواعين مثلا، ذن مواعين ما ادري شنو صحونه. هذا مايكروويف، هذا مايكروويف ماشي. هذا شو اسمه، تفتحه مثل الجرار تخلي الاكل عليه وتاكله. راح اشوفكم شنو بيه. هذا جرار تخلي بيه أدوية شي، يعني خلي هاي مال طاقة أخلي منه، وخال الحب مال الرأس. هاي الثلاجة، هاي الثلاجة صغيرة بس أوكي تقي بالغرض.
هاي الثلاجة نفس الحالة، هنا أنا ستورج هذا هيش خالبي شاكيتات أخاف مطرية، هذا مي سبراي مي، هذا سبراي مي وصابون أغسل. هذا نفس الحالة ملابس، هنا أنا ملابس مع الشغل عازلهم. هذا هنا الريجستريشن اوراق مع المركبه، هنا هاي فيزا كارت يعطوني الشركه فيزا كارت وكارت خاص مع عبي ديزل. وهاي طبعا هاي واقف، انا على فكره هاي واقف ما يطخ راسك تقريبا 100 متر، يعني 100 مترتين يعني تقريبا هاني واقف هسه. المناظر مالتي، هذا راديو انا ما استخدمه الصراحه، المهم هذا يسموه ما ادري يبين راديو انا ما استخدمه، راديو يعني مثل ما الشرطه يسوي نداءات بين السواق الموجات اذا اكو شيء او اكو حادث او طريق مسدود او بوليس كلهم واحد ينادي للاخ. هاي ماشي، وهاي خلصنا، وتحياتي وسلامي وادعونا بالصحة والعافية والامان، والله يكفينا الشر ويستر علينا، وتحياتي للجميع.